هذا. وأضاف مدبولي أن تمكين القطاع الخاص واكتتاب الاستثمار الأجنبي للبلاد يأتي على رأس أولويات أجندة الحكومة. كما لفت مدبولي إلى أن الحكومة تتحرك بخطة شاملة للتأكد من ضمان توافر العملة الأجنبية في الأسواق خلال عام 2023. بدأنا بالفعل أن نشهد تطور في سيولة العملة الأجنبية وكذلك المزيد من اكتذاب للمستثمرين الأجانب، وفي هذا الصدد نحن نتحرك قدما بخطتنا الشاملة للتأكد من ضمان توافر العملة الأجنبية في الأسواق خلال عام 2023. وعندما نأتي للحديث عن الاستثمار، فتمكين القطاع الخاص واكتذاب الاستثمار الأجنبي للبلاد هم على رأس أولوية أجندتنا. وأود أن أؤكد للجميع أن هذه ليست خطة 5 أو 10 سنوات فقط، ولكنها خطة عام 2023. فهذه استراتيجية عامة تضع الاستثمار والنمو القائم على الاستثمار ونماذج الاستثمار الشامل في لب التنفيذ.